السلام عليكم الخوت الاحباء اللي كيتبعونا. اليوم سمعنا واحد الخبر فاجعه بوفاه الفنانه الراحله صاحبه اغنيه مقابله البحر لا يرحل، وفاه الحاجه الحمداويه. انا لله وانا اليه راجعون، كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الاكرام، صدق الله العلي العظيم. هذا ميساج واضح من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه هي سنه الحياه. ولكن فاعتبروا يا أولي الألباب، إنسان خاصو يأخذ العبرة من هذه الحياة، بأن الحياة راه قصيرة جدا، وبأن الحياة يعني الإنسان ما يأخذش بديك الموضوعية، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الله اللي كيرزق. ولكن الإنسان خاصو يعرف راسو بأنه في هذه الحياة مبتلي بالحياة ومبتلي بالموت، وكاين المسببات ديال الأرزاق. والإنسان خاصو ياخذ الحيتيات وياخذ الموضوعيات ديال الحياه، لانه الا ما كنتيش انت تاخذ واحد الحاجه مهمه في هذه الحياه ديالك، بانك غتعرف بانك غتلاقي الله سبحانه وتعالى. وكيقول الرسول عليه السلام كفى بالموت عبره، يعني الانسان الا ما كانش غيعتبر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بحال هادشي ديال التيك توك والتخربيق دابا ديال هادشي اللي ولا دابا كلشي بغى يتشهر، وكلشي هاد المغنيين اللي ولاو كيديروا هاد الفضائح والتخربيق ديال الانستغرام. خذوا الحياه بالموضوعيه. الموت ضروري، من الموت ضروري، انسان غيجي واحد النهار غادي يموت. باش نكونوا واضحين كاملين، مابقاوش نافقوا عباد الله ونافقوا خوتنا، ضروري انسان غيموت. اشوف ديك النهار ماتت نوال السعداوي، وهاديك خيتي راه معروفه، واحد المرة مات واحد الممثل، اليوم وفاة الفنانة، وراه كلشي غيموت. سالات الحفلة، باش نكونوا واضحين، وهادوك اللي كيبقاو يتلحمسوا على عباد الله وكيبقاو يصحاب المشاوي، مشاوي فراسك غتموت واحد النهار، فراسك غتودي، راك زيد، راه غتخوي. كونوا واقعيين. كاين بنادم اللي كيطمع الطماع والكذوب والنفاق، وبنادم شي كيدير شي كيتعدى على شي باغي يهبط على خوه، باغي يدي ليه رزقو، شي باغي ياكل الولد الخوه. ضروري واحد النهار غتموت. سالات الحفلة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العلي العظيم الصادق. ضروري. وديك العياقة اللي بنادم كيبقى يقولها حكا الطلمة لهنا هادي، ودوك صحابات الانستغرام، انا راه واصل المليون ابوني، شت المليون، انت شي واخا توصلي 500 مليون ابوني انت غتموتي. سالات الحفله غتموتي، واخا تكون سميتك بيوتي غتموتي. سالينا، اي واحد غيموت. ودوك صحابات روتين اليومي حتى نتوما غتموتوا. سالينا، عيا ما ديري، عيا ما دير حتى ديوتي، واخا تكون سميتك بيوتي يا ديوتي راه غادا تموتي. سالينا، الموت لا مفر منه. انسان خاصو ياخذ العبره. سبحان الله العظيم، هاد الشهر هادي راه طايح كثر من نايض شعبان. لا اله الا الله، محمد رسول الله، كنعترفو غير بالله سبحانه وتعالى خالق الكوكب وخالق الكون والباقي. كلشي غادي للمقبره، كلشي غادي. قبل رمضان طايح كثر من نايض. لا اله الا الله، كاين الله سبحانه وتعالى. سالات حفله، دويج معايا بزاف تبقى طرطر، كاين الله عز وجل. انا كيقول لك حكا رمضان الجاي غادي انت رمضان على غادي نصلي هادي طنطن، انت رمضان غادي ندير الخير. وبنادم يدير الخير دابا ما تعرفاش كيفاش غتكمش، تعرفش راسك كي غطيح. وجمعوا رؤوسكم، الله يرحم بالوالدين. بحال هاد الفيديوهات هما خاصكم تباطاجيو، ماشي بنادم كيدخل كيبدا يباطاجي ليا صحابات الروتين اليومي، باطاجي ليا نزار وخنوزيه هذيك اللي معاه وما عرفتش شكون.